ضيوف مواصلين معاكم، والآن بنفتح ملف الأخبار السياسية من خلال موقع الشرون تحليلا وتفصيلا مع الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ سامع عبد المجيد، رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة. زيك، صباح الخير. مرحبا عليكم. السلام، صباح النور يا شباب. مرحبا بك، سعيدين بك. نبدأ مباشرة أخبار الشرون من هذا العنوان: روسيا تعلن عن حزمة من المشروعات بالسودان. أعلن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة البيئة والموارد الطبيعية الروسية نور الدين إنعاموف أن هنالك حزمة من المشاريع المشتركة السودانية الروسية، أن الطرفين يبديان اهتماما بتطويرها. وشدد المسؤول الروسي على ضرورة الحفاظ على ديناميكية تنفيذ هذه المشاريع ووضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة. وقال إنعاموف، الذي يترأس الوفد الروسي في السودان بحوار: قبل كل شيء أريد أن أشكر الجانب السوداني على التنظيم الجيد، وثانيا أود أن أشير إلى أنه كانت لدينا مناقشات بناءة ومثمرة. وأيضا في حديثي تابع: نحن أشرنا إلى وجود حزمة من المشاريع الآن يبدي الاهتمام بها الطرفان، وهي مشاريع شركات أو شركات كوش لإنتاج الذهب، ومشروع جديد لشركة اتش تيك مينينج وشركة روز داراق ميد للتعدين. وشهدت الخرطوم الثلاثاء توقيع بروتوكول للتعاون الجيولوجي في دورته السابعة بين البلدين بالعاصمة الخرطوم، وذلك بمشاركة الوفدين السوداني والروسي الذي ترأسه المدير العام للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن بحضور وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم. يشار إلى أن روسيا من أكبر الدول المستثمرة بمجال التعدين في السودان، وتجري سنويا اجتماعات وزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. نعم، الجانب الروسي يشدد على الحفاظ على وضرورة هذا الحفاظ على ديناميكية تنفيذ هذه المشاريع. هذه شراكة ذكية وفيها أيضا لقاءات سنوية. طيب، بداية، المستوى الاستثمار ما بين السودان وروسيا هو ضعيف، ليس بحجم التعاون السياسي بين البلدين خاصة في عهد النظام السابق، لكن بكل الأحوال هناك مؤشرات الآن إلى إيجابية، إلى تطور على العلاقة ما بين الخرطوم وموسكو. في الأسبوع قبل الماضي كان وكيل وزارة الخارجية في زيارة إلى روسيا، ترأس الجانب السوداني في مالي اللجنة التشاور السياسي بين البلدين، كانت اجتماعات مثمرة بكل المقاييس، كانت خطوة مغدرة من جانب وزارة الخارجية في استمرار وتشبيك العلاقة على المستوى السياسي الدبلوماسي مع موسكو. الآن هناك الزيارة لوفد الروسي الخرطوم، لكن يجب على الخرطوم أن تستفيد بشكل أكبر من التقانة الروسية، خاصة في مجال التعدين، يعني أيا كان في مجال التعدين هي فرصة جيدة أن تكون هناك زيادة الاستثمارات في هذا المجال، لأنه الآن المخرج الذي يمكن يساعد الحكومة في الانتقال إلى المربع الثاني في الملف الاقتصادي هو ملف التعدين، باعتبار أن الخطوات يمكن أن تكون متسارعة أكثر من الزراعة وأكثر حتى من النفط. على كلنا، العلاقات السودانية الروسية يمكن استثمارها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. على الخارجية أن تسمي وزير من العيار الصغير إذا جاز التعبير، وزير من الأسماء المعروفة لمحطة الدبلوماسية في موسكو في المرحلة المقبلة، يجب استفادة بشكل أكبر، لأنه الآن روسيا كذلك إسوة بالصين اتجهت إلى إفريقيا. هناك اجتماعات راتبة ما بين هي الاجتماعات الدول الأفريقية مع روسيا، إسوة بما تقوم به الصين في العلاقة مع أفريقيا. يمكن جدا أن يكون السودان هو منصة انطلاق لروسيا، خاصة في منطقة شمال أفريقيا، في منطقة هو الباب الواسع نحو أفريقيا بالتأكيد. يعني مثل ما كانت الخرطوم هي النافذة التي تطلت منها الصين على أفريقيا، يمكن أن تكون الخرطوم كذلك فيما يلي العلاقة مع روسيا. طيب، في جانب الاهتمام أيضا من روسيا، هي من أكبر الدول استثمارا في جانب التعدين والذهب، لو كانت إشارة سريعة على أنه ما الشيء الذي يمكن أن يقدمه السودان خاصة في عملية الشراكة والاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة، خاصة مع الوضع الذي يعيشه السودان الآن؟ طبعا بكل الأحوال الاستفادة من روسيا ممكن كذلك أن تكون في أي عدد من التغانات، هناك يعني في تطور كبير من جانب روسيا في مجال التغانة، كذلك في مجال التدريب، كذلك حتى في مجال التعدين، ولا نخفي كذلك الجانب العسكري، لأنه دور كبير لروسيا في المنطقة، لديها حضور كبير في البحر الأحمر، في المنطقة بشكل عام. يمكن جدا السودان يستفيد من هذا الأمر، خاصة أن هناك حديث عن معلومة أن رئيس مجلس السيادة الفريغور البوهان زار روسيا، هناك تعاون عسكري بشكل مقدر مع روسيا، يمكن توظيفه بشكل أكبر حتى في
مجال التدريب في المرحلة المقبلة. نعم، ويعني حتى نتابع تنفيذ هذه المشاريع الجديدة اللي وصلوا على تنفيذها وتم وضع حجر الأساس عليها.